بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام خلق الإنسان خلق الإنسان من صلصال وخلق الجان من مارج من نار وخلق وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين.